بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الشاكرين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة لأجلها قامت السماوات والأراضين، وبها أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين، من حققها كان من الناجين، ومن تنكب عنها واتبع هواه كان من الهالكين. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، المبعوث بالدين القويم والصراط المستقيم. ثم أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، فبالتقوى تنال السعادة، وبالطاعة لله ورسوله يحصل الخير والنجاح وتتحقق الكرامة. ثم أما بعد، عباد الله، إن نعم الله علينا كثيرة لا تحصى. يقول الجليل في كتابه المبين: وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، فإن كل شيء مسخر بتسخيره، وكل شيء مدبر بتدبيره، فالرب رب وما عدا الرب فهو مربوب، والخالق خالقا وما عدا الخالق فهو مخلوق، وكل مخلوق وموجود في هذا الكون عنده صف يقف عليه، وعنده حد ينتهي عليه لا يتجاوزه مثقال ذرة، فذلك تقدير العزيز العليم، وذلك تدبير العدل الحكم. كل شيء في هذا الكون معبد مذلل مسخر بين يديه من يملك الملك والملكوت، الظاهر والباطن، الشكل والمضمون، الساكن والمتحرك، الإنسان، الجماد، الحيوان، الإنسان بخلافه مؤمن فاسق أو كافر، معبد ومذلل بين يدي الله عز وجل، وهو مفهوم العبودية لله عز وجل. يقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. فقد بعث الله عز وجل في كل أمة رسولا لتحقيق العبودية لله عز وجل، فمفهومها لغة حينما نقول طريق معبد أي طريق مذلل مسخر، أي خاضع وطائع لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي وما خلقت الجن والإنس إلا ليخضعون، أي إلا ليخضعوا لأمره وحكمه وشرعته. هذا المقصد والحكمة والمراد من خلقك أن يخضع الإنسان وانتفاء الحرج من داخله عن كل حكم وأمر من الله عز وجل. فأدب المؤمن مع الله أن يشعر بأن الله عز وجل تفضل عليه بكل شيء، أن تذوب نفسك أمام عظمة الله، أنه خضع لهيبته ورضي بقسمته ولا يرضى بدونه عوضا. حينئذ ستنتقل الدنيا من قلبك إلى يديه، فشتان شتان بين من كانت الدنيا في قلبه فتملكته، وبين من كانت الدنيا بين يديه. اللهم اجعل الدنيا بين أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. فالفرق بين أن تكون الدنيا بين أيدينا أي نحن نسوقها، وإذا كانت الدنيا في قلوبنا فهي التي ستسوقنا، أي أن الإنسان سيخضع لملذات الدنيا حينما تغذر هذه الشهوة في قلب الإنسان فتحدثه نفسه بشهوته، فهنا يصبح في داخله هوى، أي هوى النفس. والهوى هو ملك غلوب جهول عياذا بالله، ويصبح الإنسان أيضا عقله يفكر في كيفية أنه يغذي نفسه من تلك الشهوة، فيصبح العقل عبدا لشهواته، في قلبه شهوة وتحدثه نفسه بشهوته، وعقله أيضا يفكر في
فجاء هذا الدليل حتى يحرر الإنسان، حتى يحرر الإنسان من الصواب ومن الشواذ ومن المتبوعات ومن المعبودات التي تتغلغل في أفئدة الناس وفي قلوبهم. كذلك قال الله تعالى: وأصبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة. فوجب علينا أن نفرض الله بهذه النعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية حتى تتعلق قلوبنا بالله. فوجب علينا بذل الجهد في التأله، أي التعبد، وهو مفهوم الألوهية لله، أي المعبود، أي المتبوع المطاع. فلا إله إلا الله، أي لا نعبد ولا نخضع ولا نطيع ولا نتذلل ولا ننكسر ولا نساوي ولا ندعو ولا ننصر ولا يعني الإنسان مش يخرج من حوله وقوته ويعتقد بأن الحول والقوة لله عز وجل، أي أن يخضع ويمتثل لأمر الله ولحكم الله ولشرع الله. فهذا المقصد من خلقنا. أما الله رب كما قلنا أسبوع الفائت، نقول مثلا رب بيت أي مسؤول عن بيته، ورب الكون أي مسؤول عن كونه، أن يوحد الله بأفعاله. ولكن الإله ليس الرب، أي هو المعبود المتبوع المطاع. فحين نقول لا إله إلا الله، أي أننا سنخضع، سنبتذل، سندعم، ونترك ما النواهي ونجتنب المعاصي. وهذا المقصد وهذه الحكمة من خلقك أيها الإنسان، وهذه هي علة وجودك. فوجب أن يتعلق هذا القلب بالله حتى يسمد الإيمان في كيانك، وحتى يخالط لحمك وبدنك، حتى يصبح الإيمان في قلبك لا يتزعزع ولا تزعزعه فتنة أو شبهة أو باطل كما يحدث في عصرنا هذا. الله عز وجل حينما خلق الإنسان هناك حكمة، ليس المراد أن نصلي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تمضي ظهور الإسلام عروة عروة، فأولها تقضى الحكم بما أنزل الله، وآخرها الصلاة. ثم قال: رب مصل لا خير فيه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس كل مصل يصلي. وقال أيضا: لا صلاة إلا لمن تواضع بها أمام عظمته. فيسأل الإنسان نفسه: لماذا يعصي هذا الإنسان ربه؟ لماذا الإنسان ربما الله عز وجل خلق لنا من النعم وأصبغها علينا، الإنسان رغم ذلك يعصي الله عز وجل؟ نحن نعصي الله بضعف معرفتنا بالله. فبقدر معرفتك بالله تحبه، وبقدر محبتك بالله تطيعه، وبقدر طاعتك لله تخشاه. لأن المحبة في القلب لم تأتي إلا إذا عرف الإنسان ربه. فكيفاش تأتي المحبة والإنسان غافل عن الله؟ فبقدر معرفتك بالله بأسمائه بصفاته، وبقدر معرفتك بالله بالإعجاز مثلا العلمي وغير ذلك كونه، تفكرك في نفسك أعظم آية نفسك التي بين جنبيك، فلو تغلغل فكرك في هذه الموجودات لجاءت عظمة الله في قلبك، ولاستقرت محبة الله في قلوبنا، ولأيقن الإنسان أن هذه المخلوقات خلقت بالحق وبالحق، وأنها صحائف آيات وكتب براهين على وحدانية الله في ربوبيته، أي أنه الممد، أنه الخالق، أنه الرازق، أي أن نوحد الله بأفعاله. ثم تأتي الألوهية، أي أن نوحد نحن الله بأفعالنا، أن نخضع ونطيع ونبتذل. وهذا المراد والحكمة من خلقنا. من كان بالله أعرف كان منه أخوف، وكل لله كما يريد كان لك فوق ما تريد. إذا عرفت الأمر كما قال العلماء سهلت عليك الأوامر. لذلك كل شيء بيده ونحن عبيده. فأصل الدين هو أن تعرف الله، وهذه المعرفة ستثمر وتورث العبودية لله. فالإنسان يخضع للمحبوب، الإنسان يحقق العبودية لمحبوبه. فإذا تغلغلت محبة الله، الإنسان فطريا ستترجم هذه المحبة على الجوارح. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعس مثلا عبد الدرهم، تعس عبد المال؟ لأن المال جاء في القلب، تغلغل في القلب، شربه القلب، حينئذ ستتبعه خضوع الجوارح لهذا
لكن الأصل في الإنسان هو نفسه وقلبه، فمحرك الإنسان هو القلب، فإذا اصطلح القلب اصطلحت الجوارح، وإذا فسد القلب فسد الجوارح، لكن الجارحة كما قلنا مادة، مثلا هي مادة، لكن الإنسان هو مادة هو نفس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعلى أعداؤك نفسك التي بين جنبيك. فأصل الدين أن نعبد ونعرف الله، ثم ستورث هذه المعرفة محبة وعبودية للمحبوب. فأصل الدين كما قلنا أن نعرف الله، فإذا عرفت الله عرفت كل شيء، وإذا فاتك معرفة الله فاتك كل شيء. إذا عرفت الله ألقى في قلبك الأمن والطمأنينة وراحة البال واستقرار الضمير وهدوء النفس، ألقى في قلبك السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى لفقدها ولو ملكت كل شيء. قد يعطى الإنسان من الدنيا وتغيب عنه هداية الله، وقد يمنع الإنسان من الدنيا وتأتيه هداية الله. قد يمنع الإنسان من الدنيا، ولكن الله عز وجل يعطي لأصفيائه من المؤمنين هذه النعم. فالنعم في هذا الإسلام باطنة أكثر من الظاهرة. نحن ننظر للنعم على أنها باب. حينما الرب يثمر مثلا الرزق يمشي في باب مباشرة الفلوس، العقار، السيارة، هذه هي يعني النعم في لهذا الإنسان. يعطيه معلومة ما عندوش عليها صورة في مخه، يرفضها. إنسان عقلاني. فيزيدنا نحن أنفسنا إلى مدى أن نغلب النقل على العقل، لأن المحدود عقل المحدود ضيق. فالله عز وجل إذا ما يخبرك بشيء هو أدرى وأعلم اللي يصلح في حاله واللي يصلح في أمره الإنسان. فكما قلنا أصل الدين هو أن نعرف الله عز وجل. سيرزقنا حينئذ بهذه النعم. هذه السكينة التي وجدها أهل الكهف في الكهف، ووجدها سيدنا يوسف وهو في السجن، ووجدها سيدنا إبراهيم وهو في النار حينما نزل سيدنا جبريل قال له وهو في النار، قال له: ماذا تتمنى؟ قال: منك أتمنى شيء، أما من الله فإني أقول حسبنا الله ونعم الوكيل. لأن يعرف بأن الأمر كله بيد من؟ بيد الله عز وجل. كذلك وجدها في غار ثور سيدنا أبو بكر الصديق، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له: ماذا لو وقع نظر أحدهم إلى موضع قدمه؟ قال: رآنا رآنا. قال: يا أبا بكر، ما غرك باثنين الله ثالثهما. الله عز وجل أودع فيه أيها الإنسان حاجة إلى المعرفة. أودع فيه قوة، يعني هي تسمى عند العلماء قوة إدراكية، حاجة إلى المعرفة وإلى طلب الحقيقة. إنك تبحث عن سر وجودك، عن غاية وجودك، عن علة وجودك. لماذا أنا موجود في هذا اليوم؟ شنو المراد؟ شنو الحكمة؟ لو أن الإنسان أرى ضعيف وتلقى نفسه مثلا في باريس أو في نيويورك، راه في هذا المكان وتسأل تقول: أنا شنو قاعد نعمل؟ شنو علة وجودي؟ لكن هذا سؤال، علاش ما تسألوهاش وحده يا أستاذ؟ لأنه تلقى برشا شواغل، برشا صوارف، تنسينا على أن نسأله هذا السؤال. بالوجه اسألوا هذا السؤال حتى نحقق وجودنا في الأرض، وحتى نحقق ذلك أيها الإنسان، حتى ننتقل من حاجياتنا السفلى إلى حاجياتنا العليا، وحتى يحقق الإنسان إنسانيته، حتى يصبح الإنسان إنسان بمعنى الكلمة، أن يسأل هذا السؤال. لأن كرم الله وجهه الحيوان مثلا لا يسأل هذا السؤال لو كان موجود. فما هو الفرق بين الحيوان والإنسان؟ أن يسأل هذا السؤال، أن يسأل المغزى والحكمة والمراد بخلقه. فالحديث اللي ذكرناه حتى الجمعة اللي فاتت: فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه، ويقاس ذلك فضل معرفة الله على معرفة شيء من خلقه كفضل الله على خلقه. والمسافة بعيدة بين أنك تعرف الله وبين أنك تعرف شيء من مخلوقات الله. وإذا عرفت حوايج من مخلوقات الله ما وصلتكش إلى الله، ساعتها إنسان قبيح. يعني يوميا ينظر في جسم الإنسان، ينظر القلب وتقال ساعات جراح، ينظر في المعجزات في خلق الإنسان، وسبحان الله لا يتفكر ما وصلته شيء من خدمة إلى من؟ إلى رب السماوات والأرضين. إنسان ساعات الله عالم في الفلك، ينظر في الإعجاز، يعني إعجاز كبير في الفلك، لكن سبحان الله لا يوصل ذلك إلا معرفة الله. فكما قلنا أن نعرف الله فضل معرفة الله على معرفة شيء من خلق الله كفضل الله على المخلوقات. وكما قال الله عز وجل في حديث قدسي: يا ابن آدم اطلبني تجدني.
فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإذا فتك فاتك كل شيء. لكن معرفة الله هي تعني العلم بالله، أن نعرف الله ليس علم بأمر، هي الشريعة. العلم بالأمر هي أحكام الله، هي قوانين ربي سبحانه. الشريعة هي الأحكام، هي الأوامر، افعل لا تفعل، حلال حرام، لكن ليس هذا هو الأصل. هذا المشكلة بالتالي هي الشريعة، وهي ليس هي المشكلة، لأن الشريعة ما هيش أن توجدها، وإنما الله عز وجل لما يبعث الأنبياء حتى يعني الشريعة هي متحركة. كل نبي جاء دعا القوم بتاعه إلى شريعة تختلف من نبي إلى آخر. الشريعة مش كده، الشريعة اللي جابها سيدنا موسى مش كده، الشريعة اللي جابها مثلا سيدنا عيسى. لكن لما ربي بعث النبي عليه السلام اجمع الشريعة هذه الكل في هالكتاب كلام الله سبحانه. لكن لما بعث ربي الأنبياء وجه للأصل وهو الإسلام، أن نستسلم لأحكام الله، لشرع الله، ثم لا يجد في أنفسهم حرج مما قضينا، ويسلم تسليما. أن الإنسان ينتفي هذا الحرج من داخله، أن ينتفي ذاك التضييق والإمساك حينما يسمع أمر من أوامر الله. إنما كان إنما المؤمنون الذين دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم قالوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فالمؤمن فوق الأرض وتحت كل سماء، ويدعو ماذا؟ السمع والطاعة والخضوع، أن يمتثل لأمر ربه، أن يخضع لله عز وجل. لذلك العلم بالله هو أن نعرف الله عز وجل حتى نأتي محبة الله، ثم سنتفنن في العلم بأمره. إذا عرفنا الله العلم به وعرفنا وتفكرنا بالغلط، فكنا تفكرنا في موجودات الله وفي خلق الله وفي ملك الله، تأتي عظمة الله، تأتي محبة الله، ثم ستدور في هذه المحبة خضوع للعلم به، وهو العلم بأمر الله والشريعة وأحكام الله عز وجل. هذا هو يعني المقصد. لكن العلم به يقتضي منا فقط شويه بحث، شويه ان نسمع عن الذكر، من سلك طريقا يلتمس فيه العلم سهل الله به طريقا الى الجنه. معنى الان يعني نطلب في هذا العلم ولا اوله. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. النبي عليه السلام يقول: كن عالما او متعلما او محبا او مستمعا، ولا تكن الخامس كتهلك. مفيد الانسان يحضر والوجه العلم حتى نثنو، حتى يعني تأتي محبة في القلب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، لأن الذي لا يذكر ربه عبارة عن رب ميت. ربي قال: فمن كان ميتا فأحييناه. فثم عباد ما زالت عند ربي، تولد ميتة وعائشة ميتة وشنود ميتة، وثم عباد مش تعيش لكن بعد شهيد يا ربي. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. فما فرق بين إنسان عايش وبين إنسان حي؟ الحي يعرف ربه وخاله، والعايش يبقى عايش، حتى الحيوان عايش. لكن الرب مش قال: فمن عمل صالحا ذكر وأنثى وهو مؤمن. الإيمان وهذا بحث آخر في الإيمان، وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالمؤمن حي، لكن غير العباد اللي تصد عن سبيل الله، والذين لا يرغبون في المؤمنين إلا ولا ذمة، والذين يعادون دين الله، هذم عباد عائشة ما فهموش المقصد والحكمة يعني من خلقه. فينزلنا شيء من البحث حتى تأتي المحبة في القلب، وهو عمل القلب. عمل القلب هو أن يحب. لكن الصحابة مثلا لما عرفوا الله استقرت محبة ربي في قلوبهم، ثم ترجم هذه المحبة إلى ماذا؟ تفننوا في طاعة الله. قل لك: إذا عرفت الأمر ثم عرفت الأمر تفننت في طاعة الأمر، وإذا عرفت الأمر وما عرفتش الأمر ستتفنن في التفنن في الأمر. يعني الإنسان الأولى هو يعرف الله ثم سيتفنن في طاعة هذا الإله العظيم. فالأولى بداية هو أن نعرف الله، ثم سنتفنن في معرفة الأمر. لكن الآن سأضع يدي في مشكلة العالم الإسلامي، إنه اكتفينا بدراسة الأمر وانظرنا للدين على أنه شريعة، وما فهمناش الأمور الأخرى اللي هي الأهم، اللي هي الأولى إحنا نعرفوها. اكتفينا فقط بالعلم به، وانظرنا أنه الدين هو شريعة، العلم به شنو هو؟ الحلال هو الحرام، كما أحكام الطعام مثلا التجاري، أحكام الطعام اليومي، الفطر، أن تكون الحركة بتاعتك متوافقة مع منهج الله.
يعني متوافقة مش معنى منهج الله، منهج الله زي الشريعة الذين قالوا ربنا الله ثم استقروا على أمره، العلم به، العلم بأمره. الذين قالوا ربنا الله ثم استقروا، النبي عليه الصلاة والسلام قال قل آمنت بالله صدق بما جاء به الله. الإيمان هو التصديق. ونفخر وتثبت ثم استقر، استقر للعلم بأمره، استقر لحكمه، استقر لشرعه، هذا هو الدين. يعني في جملة. فاحنا اكتفينا بالعلم ماذا؟ بالعلم بأمره. وخفنا على العلم به. ما بحثناش عن المحبة، ما بحثناش بعد المحبة تأتي الإيمان. يعني الإنسان الإيمان يأتي بعد محبة الله عز وجل. فالعلماء يقول أن الإنسان يعني يذوق الحلاوة واللذة للشيء يتبع ذلك المحبة له. سبحان الله، يعني المحبة هي ورث الإيمان، والمعرفة ورث المحبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ولا تنظر للكثرة، ربي قال وقليلا لا يؤمن، وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وما أكثر الناس وأن حرصت بمؤمنين، فما ننظروش للكثرة، يجب تكون القلة هي على حق. لخلق السماوات والأرض أكبر خلقا من الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ربي قال أكثرهم لا يعلمون. علاش؟ لا يعلمون، خاطرش قال لخلق السماوات والأرض، يعني هم مش يدعونا إلى التفكر، إلى التدبر، هيك هو العلم به، نتأملوا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقعد في دار حراء، مش قاعد يعمل قبل الوحي. أو قبل العلم به، قبل منزل الوحي والشرع أو شيء، كان يقعد في دار حراء. تو ما ثم دين لا حد شيء، منزل سيدنا جبريل، إيش يعمل؟ خرج من هذه البيئة اللي هو عايش فيها، كما احنا الفتن. والنبي عليه الصلاة والسلام في عصره قالوا إني قال إني أرى الفتن تقع على بيوتكم كروح المطر. هذا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كروح المطر، ما رحنا تو. ضروري يعني سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدروا بالأعمال الصالحة، قال فتن كقطع الليل يصبح البر فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويبيع دينه بعرض من الدنيا. في حديث آخر يبيع دينه بدنيا غيره. سبحان الله. فالأولى كما قلنا الفرق ما بين الرعيل الأول من الصحابة وبين أحنا تو أنهم هم عرفوا ربي واستقاموا على منهج الله وخضعوا لله، وبين أحنا اكتفينا منظورنا البسيط أنه أحنا نظرنا على الدين أنه أحيانا شرائع وافعل ما تفعل، والإنسان حتى من طبعه ما يحبش يكون يعني يضغط عليه. ما يحبش يكون يهدر. لكن الإنسان إذا عرف الله سيتفنن في طاعة الله عز وجل. وكذلك هذا الفرق ما بين احنا وبين الصحابة، مش قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. مش معناتها هنا يا أمة يعني تبعوا على المسألة هذه هي مغزى من حتى القرآن كل كلام الله. علاقة الأمر الإلهي بنتائجه تلك هي علاقة سبب بنتيجة. يعني أنت خذ بالأسباب وحط النتائج على الله. القرآن كله أمر إن الصلاة يعني صليتي تنهى عن الفحشاء والمنكر، توي ربي يضغط في قلبك تجي البغض بتاع المعصية حتى المعصية ما عادش تكبر. سبحان الله، خاطر كان جاي محبة الله في القلب، يولي القلب يحب ما يحب ما يحب الله ويبغض ما يبغض الله. فربي إيش قال؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. يعني يكون الأسباب هذوما يبحث عن معرفة الله، يحب ربي، يبحث عن الإيمان، أعمال صالحة تبتغي بها وجه الله. وبعد ذلك ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. شو مش يستخلف يرجعنا خلفاء الأرض والله. فالخلافة هذه اللي الدولة حكم فيها كثير من الناس، خلافة مش نحن نطالبوا بها، احنا يلزمنا نأتي بالأسباب. الأسباب ثم النتائج هي قدر الله. الله عز وجل كان منظور في قلوبنا أنه احنا نحب الدين ونحب الشريعة ولو نزلها ربي في الأرض الواقعة. فسبحان الله ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. هذه كل شكون أفعال شكون لله، لكن احنا أفعالنا وين؟ يزلنا نأتي بالسبب. ربي إيش قال؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فربي إيش ضمن لك أنت حقا الإيمان لكم؟ لو ربي يستخدمنا في الأرض. كما الصحابة، الصحابة جاءوا بالشرط، يعني ثم شرط، يعني نعم هذه ما تأتي إلا إذا كانت مقترنة بهذه الشروط. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. علاش احنا الآن نعيش في خوف ونعيش الأعمال كل ما يفعل
يعني دخلت مش معناتها استنى اسنان، لكن الدنيا مظلة بشرية، انا فاهمين شيء، تلعب على بالي كله، قال ما فهمت شيء، هذا سلفي وهذا جهادي وهذا علماني وهذا شيوعي، الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني في رق كل حزب بما لديهم فريق. فاش قال لي عصام مهاتم على ابواب جهنم؟ قالوا يا رسول الله كان نعيش في تلك الفتره اش نعمل؟ قالوا عليك بالجماعه وامامهم. عليك بجماعه المسلمين وامامهم. قالوا نفترض ما ثمش جماعه ما ثمش امام. قال الاسلاميين يا رب من برا ولا في السجون ولا المهجرين. قالوا نفترض ما ثمش مسلمين مثلا. قالوا من ذبح جنوبهم وان تعض باسنانك على وسط شجره حتى ياتيك الموت. كذلك أصبح من الأحاديث يوصفتنا في وقتنا دول لم يعصن قال ستفترق أمتي إلى فرقتين جزء مجموعة قال مؤمن بلا نفاق ومنافق بلا إيمان بل كل أحاديث نحن عايشين لم يعصن تدشقال قال إذا رأيت هوى المتبع ورأيت الدنيا مؤثرة وأعجاب كل ذي رأي برأي قال فدع عنك أمر العام واهتم بخويصة نفسك مش بعد مش تزوي خويصة نفسك معناتها أن الإنسان يمشي يبحث عن الإسلام، لا معنى يعني يبحث في هذا الدين. رب إيش قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فالله يدعونا إلى هذا إلى البحث. يقول له أمة اقرأ ولا تقرأ. فمثلا واش الإنسان كما قلنا هذا الآن باش يحقق وجوده بأكد ذلك. لو مثلا الحيوان مخلوق من شهوة من غير عقل. ورب يحنا عطانا الشهوة وعطانا العقل وعطانا الملايكة العقل من غير شهوة الملايكة غلبت عقلها ما فهمش الشهوة في قلوبها باش تنزلها إلى الأسفل فارتقت بنفسها فعبدت الله لكن احنا ربي عطانا الزوز إذا أثرت شهوتنا على عقلنا إنسان عاشر من الحيوان رب إيش قال فأولئك كان أنعام بل هم أضل وكان احنا أثرنا عقلنا على شهوتنا إيش قال ربي إن الذين آمنوا وعامل الصالحات اولئك خير البريه يعني خير ما خلقها ربي سبحانه فالشهوه هذه يتنتقل بها الى اعلى عليين يتهوى بها الى اسفل سافلين يعني الشهوه هذه كما الحيوان الشرس الديما تسعى انه يغذي مثلا الشهوه معلش ربي قال فاولئك كالانعام اللي هم اضل هو مثال صغير الحيوان مفترس مثلا يمشي في الفريسه اللي يشبع اش يعمل تلقاه يتركها ويمشي أربعة خمسة ستة أصناف من الحيوانات تاكل فريسة واحدة حتى الديدان تاكل حتى الحشرات تاكل حتى الأسود تاكل لكن إحنا اللي نشبع وش نعمل؟ تلقانا ناكلوا ونزيدوا ناكلوا مواد غيرنا وكي نشبع ونحطوا معانا شو نوصل فيها عشان ياكل مش ياكل لا فوليك الجشع اللي فينا ما تلقاش مثلا في الحيوان يا سبحان الله معلش ربي قال فأولئك بل أنعام بل هم أضل فالمجتمعات الغربية أحب يعطوا هذه الفضيلة وهي مشاهدة النفس. شعبهم دخلوا فينا فتنة الشهوات. تصور في بريطانيا في مجلس النواب، إيش قالوا؟ إذا في مجلس النواب يدرسوا في كيفاش يحاربوا المسلمين. إيش قالوا؟ قالوا بأس وغالية تفعل في الأمة المحمدية ما لا يفعله ألف صاروخ. يعني قال إذا كيفاش مر عليه بأس يعني خمر وغالية مغنية. وأنا اللي عصرت قال في آخر الزمان وشدوا القينات وهي المغنيات يعني معنى الساعة والمعازف فاش قالوا كأس وغانية تفعل في الأمة المحمدية ما لا يفعله ألف صاروخ يعني أرجو باش يدرسوا كيفاش يعني يحاربوا المسلمين سبحان الله فكذلك في يوليوس التاسع هذايا كان آخر ملك في أوروبا في راسي وقت صار الواحد المسلمين كنا 800 سنة في ريادة وبعد 800 سنة صارت الحروب الصليبية 200 سنة وبعد صار وقت النهضة الحروب هي 400 سنة فوقتاش ولاو عند النهضة هي 200 300 سنة تالي فال 200 سنة هذه وقت صارت الحروب الصليبية انتهت بأسر لدى يوليوس التاسع في المنصورة في مصر أسروه بعد دفع فدية ودفع الفدية مقابل الإطلاق يعني صراحة ورجع لفرنسا عاد قال لها بجملة قعد يخطب فيها من وقت هذاك اليوم هذا اش قالوا اش قال لها قال لا سبيل الى غزو المسلمين عسكريا ولكن السبيل الى غزوهم فكريا قال انا الصواريخ ما عادش نطيشوهم على اجسادهم وانما نطيشوهم على عقولهم حطوا مسلم لكن عقله متمسلم يعني الصواريخ وين ولاد دول في الانخاء اللي هي فتنه الشبهات
ساعدين على فتنة الشهوات، وهذه تو فتنة الشبهات. فالشيطان كيفاش يدخل الإنسان؟ يدخل نفسه في فتنة الشهوة ولا الشبهة، يلبس على الإنسان، لأن الزمان بتاعنا هو زمان التشكيك، زمان المخادعات، المغالطات، كما بدا النبي عليه الصلاة والسلام يشككوا في الدين، يشككوا في المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستكون بعد سنوات مخدعات، يصدق الكذب ويكذب الصادق. مخدعات ما شعبين مش تخدع، ويؤتمن الخائن ويخون الغني. وقال: وينطق الرويضة. قال: يا رسول الله شو بده الرويضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في امر العام. يعني تو احنا عايشين والحديث. فنرجع للموضوع اللي قلنا ان الدين اولا العلم به، وهو العلم بالله، معرفه الله. فالمجتمعات الغربيه كما قلنا الساعه حبت تتعطل هذه الفضيله وهي معرفه الله، فيصبح الانسان مسؤول مع نفسه، غارق في الشهوات. فالانسان ما يجيبش حتى يقاتل ذبابه ولا ابسط يعني الحشرات، كيفاش يطالبوا فيه باش انه مثلا يحرر القدس او يطلع؟ لان الانسان خالد الى شهوته، راكب الى شهوته. فهذا المجتمعات الغربيه كيفاش ارادوا انهم يغزوا المسلمين خلال هذه فتنه الشهوات والشبهات. فالله عز وجل كما قلنا اطلب منا هذا الان. النبي عليه الصلاه والسلام قال: يعني فريضة على كل مسلم، لكن العلم إذا لم يقلك إلا الهداية، وأنك تعرف ربي وتترجم هذه المعرفة إلى خضوع والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، حتى يحقق الإنسان بما قلنا إنسانيته، لأن القرآن هذا كلام الله، النبي عليه الصلاة والسلام السنة قرآن يمشي، والكون هذا قرآن صامت، هذا قرآن منظور، لأن الإنسان بداية الطريق إلى معرفة الله هو أول حاجة من خلال خلقه. طريق الايمان هو التفكر في خلق السماء والارض، لانه يضعهما وجه لوجه امام عظمه الله. فالانسان لازم يتغلغل فكره في انه يعرف الله من خلال كونه، ويعرف اسماء الله الحسنى. كنت اكتفي الى هذا الحد. اللهم نحمدك حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم نحمدك حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم نحمدك حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم نسألك رحمة تجمع بها شملنا، وتلم بها أشعارنا، وتصلح بها أمرنا، وترد بها غرائبنا، وأن تعصمنا بها من كل سوء. اللهم زدنا علما، اللهم نعوذ بك من عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد